قصر ألما ودماء من عدل اللي حصل، إلا إن النهاردة مرضت قلب ابتدى يرفرف وتعود له الروح تاني بوجود الإخوة الأكبر بين الإخوة المسيحيين، زي ما كان الخصوص دائما وأبدا رجل واحد لا تفرق بين أخ مسيحي وأخ مسلم. بالعكس معظم تجار المسيحيين مش مشاركين تجار مسلمين. وأنا بشكر من مكاني السيد الوزير المحافظ على اهتمامه البالي منذ بداية المشكلة وحتى الآن، والسيد مدير الأمن الذي لم يجعل لحظة في تلك الأيام، والسيد مدير المباحث والسادة الضباط لم يتوانوا ولم يفتحهم بال حتى أن عقد هذه الجلسة. والحمد لله ودعوة تطبيقي إلى الله، وأضحي بأهلي وعشوتي أهالي الخصوص الكرام مسيحيين ومسلمين، أقول لهم مرحبا بكم في بيتكم، مرحبا بكم في بلدكم، مرحبا بكم في أهلكم. صح يا مصر، صح يا مصر، صح يا مصر، صح يا مصر، صح يا مصر. مصر مصر. وبنضحي بالأخوة مشايخ العرب الجد، ونضحي بالناس اللي جت من مركز الخنكة ومن الشرقية وعمل الشرقية ومن جميع البلاد، وكبير اليومية، كبير اليومية الحاج محمد عودة والدي وأخويا معرفوش شوية. وشكرا وشكرا.